يسأل ويقول بجوارنا مسجد بجواره ضريح وليس بداخل المسجد، فهل تصح فيه الصلاة؟ وهناك من يقول إن العبرة بالنية. نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد، وأنه لعن من فعل ذلك، وأخبر أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن هذا من وسائل الشرك وعبادة غير الله عز وجل ودعاء الأموات والاستغاثة بهم، كما حصل في كثير من البلاد التي وجدت فيها هذه الأضرحة. انصرف الناس عن عبادة ربهم ودعائه والاستغاثة به إلى عبادة هذه الأضرحة والعكوف عندها والاستغاثة بالأموات إلى غير ذلك. فالمسجد المسجد المذكور في السؤال إذا كان مقترنا بهذا الضريح ومبنيا على هذا الضريح على هذا القبر فإنه لا تجوز الصلاة فيه، ومن صلى فيه فصلاته غير صحيحة، يجب عليه إعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وأيضا هذه الصلاة تكون وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل. أما إذا كان هذا القبر منفصلا عن المسجد ولا علاقة له به، وبينهما ممر أو طريق ولا علاقة للمسجد بالقبر، فلا مانع من الصلاة في هذا المسجد، لأنه لا علاقة له بالقبر، وهو مفصول عنه وبعيد عنه، ولا يقصد للتبرك والعبادة. مجرد وجود قرب القبر أو المقبرة من المسجد من غير ارتباط بينهما لا يؤثر على الصلاة. وإن كان الأحوط والأولى أن تبعد المساجد عن القبور، وأن لا تبنى المساجد قريبة من القبور مهما أمكن ذلك. نعم.